واصلت الطائرات الإسرائيلية غاراتها على مناطق متفرقة من قطاع غزة، خصوصا في خان يونس ورفح في الجنوب وفي مدينة غزة في الشمال، وذلك بموازاة معارك عنيفة تدور في شمال وجنوب القطاع. ومنذ ساعات الصباح شهدت مناطق شرق مدينة خان يونس ومناطق شمال القطاع وشرق حي الشجاعية بمدينة غزة شهدت معارك ضارية بين الجيش الإسرائيلي ومقاتلي الفصائل الفلسطينية. وفي آخر حصيلة أصدرتها وزارة الصحة في غزة، فإن حصيلة ضحايا العمليات العسكرية الإسرائيلية على غزة ارتفعت إلى أكثر من 18,600 قتيلا وأكثر من 50,000 جريحا، غالبيتهم من النساء والأطفال. إسرائيل مش هتستجيب لقرار الأمم المتحدة، لأن إسرائيل فوق القانون. هذه طبعا اللي هي محمية من قبل حكومة بايدن الأمريكية ومن قبل اللي هو أمريكا. إسرائيل لا تستجيب لأي قرارات للأمم المتحدة ولا المجلس ولا أي قرارات دولية، هي تعتبر نفسها فوق القانون. عشان كده لا متوقعش أنه تستجيب لأي قرار. إسرائيل لن تستجيب، إسرائيل لا تحترم القوانين الدولية ولا تحترم أحد، مصلحتها فوق كل شيء. أمريكا أعطت الضوء الأخضر لإسرائيل بشكل عام، والدول العظمى مثل بريطانيا وفرنسا أعطت الضوء الأخضر لإسرائيل، فإسرائيل لا أحد يحكمها لأن أخذت الضوء الأخضر من القوى العظمى. ومن وسط غزة ينضم إلينا مراسل الحدث خضر الزعلون. أهلا ومرحبا بك معنا خضر. هلا تطلعنا خضر على طبيعة المشهد العسكري والميداني، وما هي المناطق فعليا التي تتركز فيها هذه الغارات ربما والاشتباكات؟ يعني المشهد هو رشا استمرار الغارات التي تشنها الطائرات الحربية الإسرائيلية على مختلف المناطق، سواء في المناطق الجنوبية في رفح وخان يونس أو في المناطق الوسطى كدير البلح والمخيمات النصيرات والمغازي وأيضا البرج، وأيضا هنا في مدينة غزة بأحيائها المختلفة، وأيضا المناطق الشمالية كلها تعرضت لغارات عنيفة ومكثفة من قبل الطائرات الحربية الإسرائيلية. كانت أعنف هذه الغارات عندما استهدفت إحدى الغارات الإسرائيلية مدرسة تابعة للأونروا، وهي مدرسة أبو حسين في مخيم الجبالية إلى الشمال من قطاع غزة، ما أدى على الأقل إلى سقوط 25 ضحية إضافة إلى إصابة العشرات من المواطنين، وهم غالبيتهم رشا من النازحين من المناطق المحيطة بمخيم جبالية، وأيضا من المناطق في شمالي القطاع وتحديدا من بلدة بيت حانون. هؤلاء المواطنون الذين نزحوا إلى هذه المدرسة طلبا للحماية وطلبا للأمن باغتتهم هذه الطائرات الإسرائيلية وأطلقت عليهم على الأقل صاروخا، ما أدى إلى سقوط هذا العدد الكبير من الضحايا وأيضا المصابين في تلك المناطق. هذا يأتي أيضا في ظل عملية نزوح من مخيم جباليا إلى المناطق الشمالية أو الغربية من مدينة غزة، وهؤلاء أيضا بعضهم لجأ إلى مستشفى الشفاء وأيضا المنطقة الغربية وتحديدا في
حي الرمال. أيضا هنا في أحياء مختلفة من مدينة غزة وتحديدا منطقة الدرج ومنطقة التفاح وحي الزيتون وحي الشجاعية التي تعرضت لعدد من الغارات التي شنتها الطائرات الحربية الإسرائيلية واستهدفت منازلا مأهولة، ما أدى على الأقل إلى سقوط 20 من الضحايا إضافة إلى العشرات من المصابين، وتم نقل عدد منهم إلى هنا إلى مستشفى الشفاء وأيضا إلى مستشفى المعمداني في حي الزيتون إلى الشرق من مدينة غزة. أما في المنطقة الوسطى وتحديدا في مخيم البريج والنصيرات، قصفت الطائرات الحربية الإسرائيلية رشا على الأقل 3 منازل، ما أدى إلى سقوط 9 من المواطنين بين ضحايا وأيضا مصابين، فيما مدينة خان يونس التي تتعرض لعملية توغل واسعة من قبل الآليات الحربية الإسرائيلية تم قصف المنطقة الوسطى على الأقل 2 من المنازل، وأيضا في المنطقة الشرقية 3 منازل، ما أدى إلى سقوط أيضا خلال الساعات الماضية على الأقل 15 ضحية وأيضا إصابة آخرين، فيما تستمر عملية النزوح من هذه المدينة مدينة خان يونس إلى المناطق الجنوبية أو أقصى الجنوب وتحديدا إلى مدينة رفح، هذه المدينة الحدودية والتي تعرض بها 4 من المنازل، منزلين في منطقة الشابورة ومنزلين أيضا في المنطقة الغربية، ما أدى إلى سقوط 15 ضحية وأيضا العشرات من المصابين. هذا يأتي كله رشا في ظل أوضاع إنسانية يحياها المواطنون سواء في المناطق الشمالية من وادي غزة أو المناطق الجنوبية، في ظل يعني انعدام وصول المساعدات سواء الطبية أو المساعدات الإنسانية. هنا في مدينة غزة بدأت تتفشى في صفوف خاصة الأطفال يعني بعض الأمراض كالطفح الجلدي وأيضا الأمراض كالجدري بين الأطفال، في ظل عدم توفر اللقاحات للأطفال خاصة يعني صغار السن وغالبية الرضع الذين لا يجدون الحليب ولا يجدون المياه الصالحة للشرب، كما أنهم لا يجدون أيضا الطعام سواء الدقيق أو الطحين. هذه الظروف التي يحياها المواطنون منذ أيام يعانون ويناشدون ويطالبون بضرورة إدخال المساعدات الإنسانية وأيضا المساعدات الطبية وأيضا إدخال الوقود إلى المستشفيات العاملة خصوصا في المناطق الشمالية من وادي غزة وتحديدا إلى مدينة غزة وأيضا إلى شمالي القطاع. نعم رشا، من وسط غزة كنت معنا مراسل حدث خضر الزعنون، شكرا جزيلا لك خضر على كل هذه المعلومات.